يسموها باطن القدم. اجي مناورة انا زميلي ما مسافة بعيدة اذا اجي اضربه وبعد لا شوف لحيث اركز انا رجلي من اجي اضربه هو الرقابين لحيث ان انا من اضرب الكرة شوف رجلي اوجهها على اتجاه ايش؟ اللاعب المقابل. اشنو السبب؟ لان انا هسه ما يصير انا اضربه عشوائي يجي زودي